حول هذا العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة نستقبل معنا الضيوف عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ أحمد الكومي. حياكم الله أستاذ أحمد. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بك. وأيضا عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة الأستاذ عبد المجيد شديد عبر سكايب من الضفة الغربية. أهلا بك معنا أستاذ عبد المجيد. التحية لك وللضيوفك الكرام وللمشاهدين، حياكم الله. أبتدأ معك أستاذ كومي بدعوة بوريل لأن يعني تأخذ الولايات المتحدة وباقي الدول موقف حازم بعيدا عن المناشدات التي تطلقها باستمرار للكيان الصهيوني. كيف تقرأ هذا الموقف؟ يعني الحقيقة لا شك أنها دعوة متأخرة من مفوض أو منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد دخول حرب غزة، حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة شهرها الخامس في ظل الجرائم وحرب الإبادة الخطيرة جدا وجرائم التطهير العرقي والعقوبات الجماعية التي تمارس ضد شعبنا الفلسطيني. هي تأتي دعوة متأخرة، وباعتقادي هي جزء منها لرفع العتبة عما يجري وتكشف عن حقيقة العجز في موقف الكتلة الأوروبية بشكل عام من هذه الحرب. يعني الحقيقة نحن نعيش حالة صدمة من حجم العجز والفشل في إزاء الكتلة الأوروبية. يعني هي تقف شاهدة أمام انتهاكات خطيرة جدا للقانون الدولي وقانون ولحقوق الإنسان ولكل الأعراف والمواثيق الدولية التي نصت على ضرورة حماية الإنسان ووقف حرب الإبادة في كل مكان. الأمر الآخر هي يعني واضح أن هناك انزياح في الموقف الغربي من الجرائم الإسرائيلية التي تمارس حق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. اليوم حالة الصلف الإسرائيلي والعناد وتجاهل النداءات الإنسانية ورفع اللاءات دوما في وجه كل النداءات التي تطالب وقف العدوان وإغاثة الحالة الإنسانية في قطاع غزة. من هذه الحرب على ما يبدو أن اليوم الموقف في الكتلة الغربية اكتشفت أنها أخطأت في تقدير حساباتها في الأيام الأولى لهذه الحرب، بينما كان التوجه الغربي العام باتجاه إدانة حركة حماس على وجه الخصوص. وكلنا شاهد السؤال الذي كان يتداول في كل وسائل الإعلام الغربية، هل تدين حماس؟ اليوم من الواضح أنه في تحول وانزياح في الموقف الأوروبي، موقف الكتلة الأوروبية تحديدا والغرب من الجرائم من هذه الحرب التي تمارس. نعم، يعني اليوم أضحى السؤال كم هو العدد المراد قتله من أجل أن تتوقف إسرائيل عن هذا العدوان، وهي طبعا هذا السؤال الذي أطلقه الناشطون منذ بدايات الحرب كما تعلم. أستاذ عبد المجيد، أنتم كيف قرأتم هذه الدعوة، دعوة بوريل؟ هل هي دعوة حقيقية وما قيمتها الفعلية؟ يعني هي كما تحدث زميلنا هي دعوة متأخرة، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا أن لا تأتي. يعني نتمنى أن يكون هناك نداء لهذه الدعوة، نتمنى أن يكون هناك دعم لهذه الدعوة، ولكن يعني دعني أنا أتحدث لك عن الواقع الذي نراه اليوم على أرض المعركة. ما يحدث اليوم ونحن منذ 75 عاما ونحن شعب محتل، والاحتلال الصهيوني يمارس كل أشكال التنكيل بحق الحجر والإنسان حتى المقدسات لن تسلم من هذا العدو الصهيوني. ورأينا قبل بداية هذه المعركة، قبل بداية معركة طوفان الأقصى، كيف دنس الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى بما كان يسمى لأعياد للعدو الصهيوني، وكانت المقاومة كانت حذرت من هذا التدنيس، ولكن الاحتلال ضرب كل شيء بعرض الحائط واستمر في هذا التدنيس. كل هذه الدعوات التي الآن نراها من كان من الدول الأوروبية أو بعض المبادرات من الدول العربية أو أمريكا، الشيطان الأكبر، نحن نتحدث عن الشيطان الأكبر هي أمريكا، كل هذه جميعها اليوم نتنياهو يتعامل معها فقط يعني من أجل أن يضيع الوقت ومن أجل أن يستمر في هذه المعركة، لأنه يعلم جيدا بأن في حال انتهت هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، الذي نحن كمقاومة فلسطينية
وكشعب فلسطيني نقول بأن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية انتصرت من اللحظة الأولى عندما بدأت هذه المعركة من 7 أكتوبر، عندما نفذت هذه المعركة المقاومة انتصرت، والمقاومة تعلم جيدا ردة الفعل للعدو الصهيوني على هذه المعركة وكانت جاهزة جيدا. والجميع يرى ما يحدث اليوم للعدو الصهيوني، كيف رمال غزة تبتلع العدو الصهيوني والجنود الصهاينة في رمال غزة، وكيف المقاومة تظهر الفيديوهات. أنا أتحدى العدو الصهيوني أن يظهر أي فيديو وهو يواجه المقاومة الفلسطينية، ولكن المقاومة الفلسطينية تظهر وتوضح كيف تراقب الدبابة الصهيونية المصفحة والجنود وتطلق عليهم وتفجر هذه الدبابة، وهذا يدل بأن نعم. عفوا للمقاطعة أستاذ عبد المجيد، ولكن يعني تبدو هذه الأمور أو يبدو نتنياهو غير آبه لهذه الأمور. أستاذ أحمد، برأيك نتنياهو هل هو قادر بالفعل على يعني الاستمرار بهذه المكابرة وهذه المراوغة، أم سيكون مضطرا للجلوس عاجلا أم آجلا إلى طاولة مفاوضات تنتهي بوقف لإطلاق النار والإذعان لمطالب المقاومة؟ هو عمليا فعلا يعني الوقت أمامه يضيق بشكل كبير جدا أمام محاولاته للمناورة والمراوغة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، لكن بتقدير أنه الضغوط تتسع وتزداد على الكيان الإسرائيلي على كل المستويات. اليوم الجبهة الداخلية الإسرائيلية أسوأ أحوالها، شاهدنا قبل يومين مظاهر لقيام بعض المستوطنين الإسرائيليين بتمزيق أوامر الاستدعاء للاحتياط في الجيش الصهيوني في شوارع تل أبيب، وبتقديري هذا كان أخطر ما شاهدته في الكيان خلال هذه الحرب. ودعني أقول إنه هذا أخطر مشهد يمكن اعتباره على مدى عقود سابقة، لأننا نتحدث عن قيام مستوطنين شبان صهاينة بتمزيق أوامر التجنيد من جيش الاحتلال للعمل في هذه الفترة. تظاهروا في قلب تل أبيب وقاموا بتمزيق هذه الأخطر أن تشاهدوا في هذا الكيان في عمره 75. يعني هؤلاء عفوا أستاذ أحمد، هؤلاء ليست مشكلتهم مع هؤلاء مشكلتهم مع حكومة نتنياهو أم بالفكرة بحد ذاتها؟ هنا لربما يكمن السؤال وتكمن الخطورة. نعم، الفكرة أن العقد الذي يربط المواطن بالدولة في إسرائيل هو الثقة بالجيش، وعندما تهتز الثقة بالجيش فنحن نتحدث عن أن إسرائيل بعد 7 أكتوبر أصبحت تقف على أرض مهتزة. ونحن نتذكر في غمرة المظاهرات الانقلاب القضائي في إسرائيل في العام الماضي عندما وصلت حالة الانقلاب أكثر من هذا الأمر، بمعنى أن الجيش له اعتباره الكبير جدا ويوصف بأنه آخر الحصون في إسرائيل. وعندما تصل مسألة الاعتراضات والانقسامات من الموقف بشأن حرب غزة إلى مؤسسة الجيش، فأعتقد أنه نحن نتحدث عن خطر كبير جدا، وهو خطر التفكك الداخلي داخل إسرائيل نتيجة هذه الحرب وحقيقة الانقسامات الكبيرة. لذلك نتنياهو في مرحلة ما سيصل إلى ما يمكن أن نسميه نقطة الانتصار لهذه الحرب، ولابد أن يرضخ لحقيقة والوقائع التي فرضتها هذا الحرب. اليوم بينما يدور حديث عن صفقة تبادل في الأفق يمكن أن تلوح في ظل جهود الوسطاء في القاهرة، اليوم نتنياهو هو أمام خيارين أحلاهما مر، بمعنى أنه يقف على مفترق طرق صعب جدا. بمعنى أوضح أنه إذا قبل نتنياهو في هذه الصفقة فهو سيضطر إلى دفع ثمن من ائتلافه وتماسك ائتلافه، وفي ظل وجود شركائه في اليمين الصهيوني الذين يرفضون هذه الصفقة، وفي حال رفض هذه الصفقة فإنه سيكون أمام انسحابات محتملة من حكومة الحرب، والحديث عن جانتس وإيزنكوت. ونحن لا نتحدث عن مجرد انسحاب، نتحدث عن انسحاب معسكر الدولة ونزوله إلى الشارع، بمعنى أن الضغط سيزداد أكبر على حكومة نتنياهو تحديدا. ولربما يحاول أنه صفقة التبادل بكونها أنجزت أو لم تنجز هي عمليا ستدخل إسرائيل في دوامة سياسية كبيرة جدا لن يستطيع نتنياهو أن يناور طويلة فيها.
لربما يعني هذا ما يفسر محاولات نتنياهو الهروب إلى الأمام والتهديد باجتياح أو يعني القيام بعمليات عسكرية برية في رفح. أستاذ عبد المجيد، يعني نتنياهو أيضا صرح بأن قواته ستفتح ممرا آمنا للمدنيين إذا ما بدأت فعليا بالعملية. يعني الحديث عن ممر إلى شمال غزة، هل يعني أن نتنياهو عدل عن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أم ماذا؟ يعني أخي الكريم، ما تحدث نتنياهو عندما كان بدأ في شمال قطاع غزة في هذه العمليات وقال بأننا سنفتح للفلسطينيين ممر آمن إلى رفح وإلى الجنوب، وكان الطائرات الاحتلال والاحتلال يقصف المدنيين، ورأينا أعداد كبيرة من المدنيين عندما كانوا يقولوا ممر آمن عندما يذهبوا إلى المستشفيات المصابين يقول نحن توجهنا إلى الممر الآمن الذي يتحدث عنه الاحتلال وقصفنا. فهذا ليس هناك أي أمان من جانب هذا العدو الصهيوني، ولكن هو يريد تهجير الفلسطينيين. عندما نقول ممر آمن لا غير صادق، لأنه قد حدثنا والآن يريد تهجير الفلسطينيين، يريد أن يفتح ممر آمن. الأعداد الفلسطينيين الذين يعودوا إلى هذا الأمر الآمن يقصفهم كما رأينا من أجل أن يعودوا إلى الهجرة من فلسطين. ولكن رسالة الفلسطينيين واضحة جدا، ونحن كفلسطينيين، وأنا أتحدث لك وأنا كائن فلسطيني وأتحدث لك من داخل فلسطين المحتلة ومن الضفة الغربية، هي رسائل من إخوتنا في قطاع غزة وأحبتنا في قطاع غزة تصلنا بأننا تعلمنا من أجدادنا قبل 57 عاما عندما احتلت فلسطين، قال بعض الوسطاء بأن الفلسطينيين يخرجوا بضع بعض أيام أو أسابيع وسنتعود إلى أراضيكم، ومنذ 75 عاما ونحن مهجرون وأباؤنا وأجدادنا مهجرون. والآن الفلسطينيين الذين هم في قطاع غزة وفي أراضي في فلسطين المحتلة لن يعيدوا هذه المرة، ولن يصنع الاحتلال نكبة جديدة، إما أن نستشهد على أرضنا وإما أن نبقى صامدون حتى نحرر فلسطين. كل فلسطين مدنس هذا العدو الصهيوني، وما يجري في قطاع غزة من صمود للمقاومة الفلسطينية هذا أكبر دليل بأن الفلسطيني الذي يحمل البندقية يواجه هذا الاحتلال النازي، هذا الاحتلال الصهيوني، يعي جيدا بأننا أصحاب هذه الأرض وبأصحاب هذه القضية. وكل نحن نتحدث عن ويلات ونتحدث عن مجازر يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين، واليوم في حال نفذ ما يتحدث به وهو بدأ فعلا ينفذ على العالم أجمع، يكفي سكوت، هناك كارثة إنسانية حقيقية ستحدث في رفح، كارثة إنسانية، هناك مجازر تحدث، جميع النازحين الذين خرجوا من شمال ووسط قطاع غزة توجهوا إلى رفح، وهناك أعداد كبيرة من المواطنين في رفح اليوم. أي ضربة من هذا الاحتلال الصهيوني سيسقط أعداد كبيرة مضاعفة على ما رأيناه في الأيام السابقة، فعلى جميع العالم أن يقف، يكفي سكوت وصمت. المقاومة الفلسطينية وأهل قطاع غزة الجميع يدافع عن المسجد الأقصى وعن كرامة الأمة العربية والإسلامية أجمع. المسجد الأقصى هو ليس للفلسطينيين وحدهم، المسجد الأقصى هو لكل المسلمين والعرب. طيب أستاذ، أستاذ أحمد الكومي، اسمح لي أن أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ أحمد. رئيس الموساد ورئيس يعني الشباك مع وفد أمني إسرائيلي كانوا في القاهرة اليوم لعقد قمة تفاوضية بحضور رئيس المخابرات الأمريكية والمضيف المصري أيضا. يعني هذا الاجتماع باعتقادك هل لربما سيمارس الضغوط على حركة المقاومة حماس لربما تعديل موقفها من ورقة باريس، أم ماذا يعني بماذا سيطالب؟ يعني دعنا نشير أولا إلى أنه نحن نتحدث عن حرب استثنائية، بمعنى يعني اشتباك كبير جدا غير مسبوق في تاريخ المقاومة الفلسطينية وفي تاريخ النضال الفلسطيني منذ نشأته من بداية 1920 وإلى الآن. حرب كبيرة جدا، ولذلك بتقديري أنه المفاوضات لن تكون بالسهولة التي نتوقعها. بتقديري حدة المعركة السياسية هي بمستوى حدة الميدان، هذا أولا. ثانيا على صعيد موقف حركة حماس، يعني بتقديري أنه يحكمها مجموعة محددة، أولا لا تريد أن تظهر كمن يفجر المفاوضات، تريد أن تكسب الوسطاء، لا تريد أن تفرط الوسطاء هي بحاجة لهم في الوقت الحالي.
في ظل أننا نتحدث عن حرب كبيرة، وعادة الحروب الكبيرة وفق قاعدة حروب جميعها الحروب تنتج اتفاقيات كبيرة، ولذلك بتقديري أنه الفجوات كبيرة جدا بين الطرفين. يعني نعم ربما الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت، وقد تكون هناك يعني حالة تعقيدات كبيرة جدا في مسار المفاوضات. ثالثا حماس تريد لا تريد أن يعني أن تتحمل إسرائيل مسؤولية الرفض، تريد أن تتحمل مسؤولية أي تداعيات إقليمية يمكن أن تترتب على هذا الرفض. حماس معنية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، وهذا مطلبها بالدرجة الأساسية. هي تعتبر أنها حصلت على الثمن الكبير منذ بداية هذه المعركة في 7 أكتوبر، وهي كانت ضربة استراتيجية كبيرة جدا ضد الجيش الاحتلال وضد الكيان بأكمله، وبالتالي هي تطالب بوقف العدوان. يمكن أن تكون حماس تظهر الكثير من المرونة، لكنها يعني لا تمس بجوهر شروطها الأساسية، وهي وقف العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، إضافة إلى رفع الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة. اليوم على صعيد الموقف الإسرائيلي، أولا نتنياهو هو لا يريد أن يفجر مسار المفاوضات، لكن يريد استخدامه، بمعنى أنه يريد أن يظهر يعني يحتاج إلى تنويع استراتيجيته في هذه الحرب، بمعنى الاعتماد على القوة العسكرية إضافة إلى الاعتماد على الأداة الدبلوماسية. نرى أن يمكن تحقيق الأثمان أو تحقيق أهداف هذه الحرب، بمعنى أنه يحتاج إلى القوة العسكرية، وهو يؤمن بنظرية أن ما يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة، وفي الوقت نفسه يحرك رجاله وبياد في المؤسسة العسكرية والسياسية من أجل حاول تحصيل ثمن عبر الفوضات. هو أولا يمكن أن يقف عند 3 شروط أساسية قد يرفضها في رد حركة حماس. الشرط الأول هو وقف إطلاق النار نهائي وشامل، لا يريد نتنياهو يصل إلى هذه المرحلة، لأن وقف إطلاق النار هو يعني أن يعني يفض مصيره ومستقبله السياسي. ثانيا هو قد رفض شرط حركة حماس برفع الحصار عن قطاع غزة، لأنه بالمنظور الإسرائيلي وبالقراءة الإسرائيلية رفع الحصار عن قطاع غزة هو يعني إعادة تعاظم قوة حركة حماس في قطاع غزة ومنحها شريان الحياة من جديد، وبالتالي أن يمكن أن تكون إسرائيل أمام نمط آخر من أنماط 7 أكتوبر وعلى شكل متطور ومختلف. المسألة الأخرى، يمكن إسرائيل أن ترفض شرط إعادة إعمار قطاع غزة، لأنه يفهم بالمنظور الإسرائيلي أيضا على أنه إعطاء الضمانات لاستمرار حكم حركة حماس، ولذلك نحن نتحدث عن مفاوضات معقدة متشابكة جدا، الفجوات كبيرة جدا، وهذا يعتمد بدرجة أساسية على مدى قدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر. ولذلك بتقديري أنه يمكن أن لا يكون هناك مخرجات للقاء اليوم، يمكن أن يحتاج الأمر إلى يوم أو يومين أو مدة زمنية، لكن يعني أنا أرجح أن هناك في ضغوط حقيقية ومن الأمريكان تحديدا. يعني الأمريكان استراتيجيتهم في الوقت الحالي تقوم على منع توسيع الصراع باستخدام القوة، يمكن يعني هذه مفارقة، أنهم الآن يستخدم القوة من أجل منع توسيع الصراع. القصف العدوان الأمريكي عن اليمن والعدوان الأمريكي عن العراق وسوريا وكل ذلك هو لربما شيء يشبه وصول لحاملات الطائرات والبوارج الأمريكية إلى نعم هناك حاجة أمريكية، لأننا نتحدث عن سنة انتخابية، وباعتقدير أنه في خلال شهور قريبة سيحتدم هذا السباق الانتخابي. لذلك هذا عام انتخابي للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك سياسة الولايات المتحدة تقوم على تهدئة كل التوترات في المنطقة من أجل تمرير هذا الموسم الانتخابي. أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني أحمد الكومي، وأيضا أشكرك جزيل الشكر ضيفي عبر سكايب من الضفة الغربية عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة الأستاذ عبد المجيد شديد. شكرا لكما ضيفي الكريمين.